الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم. في الاقتصاد القياسي مثال بالأرقام على دالة انحدار بواسطة المربعات الصغرى الاعتيادية. Numerical example on OLS Ordinary Least Square. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. لنفترض وجود بيانات عن الإنفاق الاستهلاكي consumption C والدخل المتاح disposable income Y sub D كما يأتي. أنا هذه البيانات والاستهلاك كما يأتي. أنا الآن عندي Y sub I D و C sub I. I طبعا ترمز إما لفترة زمنية، وعادة ما نستخدم حرف T بدل I، لكن حتى نعممها عن مجموعات أو أفراد فجعلتها أو استخدمت الحرف I للدلالة على ذلك، لكن النتيجة لن تكون يعني مختلفة في جميع الأحوال مهما كان الحرف الذي نستخدمه. فY sub ID اللي هو الدخل للفرد أو للمجموعة أو الفترة، الدخل المتاح طبعا، بدأنا من 0 10 24 50 حتى انتهينا ب 205. وC sub I بدينا ب 10 10 15 30 وهكذا حتى انتهينا ب 198. خطوات تقدير المعلومات. المعلومات طبعا نريد ان نقدر معلومتي الاوتونوموس كونسبشن ما يسمى بالانفاق الاستهلاك المستقل والميل حد الاستهلاك. الان تاخذ دالة الاستهلاك التي نتعامل معها الشكل الاتي. هذه دالة الاستهلاك C sub I الانفاق الاستهلاكي يساوي A، هذا ما يسمى بالأوتونوموس كونسبشن أو الانفاق الاستهلاكي المستقل عن مستوى الدخل، زائد MPC الميل الحدي للاستهلاك أو The Marginal Propensity to Consume مضروب في الدخل المتاح، مضاف إلى الآن عبارة الإرور أو ما يسمى بالخطأ العشوائي. أي الآن الانفاق الاستهلاكي، هذا الانفاق الاستهلاكي المستقل عن مستوى الدخل طبعا، وهنا الميل الحدي للاستهلاك، وهذا الدخل المتاح، وهذا الخطأ العشوائي. ما يعني بأن الآن إذا نقلنا E sub I بطرف لوحدها تكون النتيجة كما يلي: E sub I يساوي C I minus A minus أو ناقص يعني C sub I، مطروح منها A، مطروح منها MPC في Y sub I D. من ربع الطرفين، إذا ربعنا الطرف الأيسر يربع الطرف الأيمن، فهنا E sub I الكل تربيع، إذا تربع كل الأشياء اللي داخل القوس. وبالتالي الآن عندما نجمع الإرور أو الأخطاء العشوائية بكون عندي بالحالة هاي حاصل جمع من I equal 1 to N C I minus A minus MPC في Y sub I D الكل تربيع، الكل تربيع. نستكمل، نشتق الدالة مرة واحدة بالنسبة للمعلومتين A و MPC طبعا، ونساويها بالصفر حتى يعني نقوم بتقليل minimization للخطأ العشوائي. فالآن المشتقة الجزئية لمجموع الخطأ العشوائي بالنسبة للمعلمة الأولى اللي هي A تساوي طبعا مشتقة القوس كله 2 في مشتقة ما داخل القوس بالنسبة لA، وبتساوي بالحالة هاي 2 في مجموع CI زائد ناقص A ناقص MPC في Y sub DI مضروب في سالب 1، لأن مشتقة هذه الدالة بالنسبة لA بتكون مشتقة A تساوي سالب 1، وبالتالي سالب 1، وبنسويها بالصفر فهي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية بكون بالحالة هاي مشتقة الخطأ العشوائي تربيع مجموعها بالنسبة لـ MPC اللي هو الميل الحدي للاستهلاك يساوي 2 في مجموع from I equal 1 لأن لما داخل القوس مضروب في مشتقة الـ MPC، مشتقة هذه بالنسبة للـ MPC بما أنها إشارة سالبة، ومضروب في Y sub DI، فبطلع عندي سالب Y sub DI تساوي صفر، وهي المعادلة الثانية. هاتان المعادلتان يطلق عليهما المعادلات التربيعية أو the normal equation OLS normal equation. الآن نكمل من المعادلة رقم واحد، هذه المعادلة لاحظوا عليها لو سمحتم، بنقسم على سالب 2، بنقسم على سالب 2 يعني بتروح الآن السالب هذه و2 بتروح، وفك القوس نحصل على ما يأتي، نحصل على مجموع C sub I ناقص NA ناقص MPC في مجموع
y دي اي وتؤدي بالاخير ان في اي تساوي مجموع from i equal 1 ل ان ل سي اي ناقص ام بي سي في مجموع y sub دي اي. الان بما يعني بيعطينا النتيجه النهائيه اي هات وضعنا هذه الاشاره عليها لنرمز بان اي الان اصبحت مقدره تساوي حاصل جمع سي اي مقسم على ان ناقص الام بي سي ميل حد الاستهلاك ووضعنا عليه الاشاره هذه حتى نقول بانه مقدر في مضروب في مجموع الواي صب اي دي على ان. معنى ذلك بان اي هات تساوي المتوسط الحسابي للانفاق الاستهلاكي مطروح منه حاصل ضرب الميل لحد الاستهلاك في الوسط الحسابي للدخل المتاح. نكمل من المعادلة الثانية. الآن هذه المعادلة الثانية ذكرناها مرة أخرى، إذا بتلاحظوا الاثنين وهنا سالب لابد من التخلص من الإشارة السالبة واثنين لأنه على الطرف الأيمن يساوي صفرا، وبتدخل y sub di على القوس، فالآن بالقسم على سالب 2 ونقل y دي اي الى داخل القوس وفك الجمع نحصل على ما ياتي. الان حاصل جمع y sub دي اي سي اي مضروب لان هذه مضروبه في هذه وسالب اي وضعنا الاشاره هذه الاشاره عليها حتى ندل على ان الان يعني سنحصل على قيمه تقديريه مضروب في مجموع y دي اي سالب ام بي سي الميل حد الاستهلاك مضروب في حاصل جمع يعني مضروبه في حاصل جمع هذه واي دي اي عندما تخلص من الاشاره السالبه مضروبه بهذه الاشاره السالبه وتصبح الان سالب في واي تربيع الاي دي او واي سب اي دي الكل تربيع. بالتعويض عن اي في المعادله عفوا هو خطأ طباعي المعادلة على هذه الآن حصلنا قبل قليل على تقدير لهذه المعادلة سأرجع لها الآن بعد إذنكم. هذه الآن قيمة A hat اللي هي A المقدرة، هذه سنعوض بدل هذه القيمة هذه القيمة في ما يأتي من المعادلة. الآن هنا الآن التعويض نعوض هنا وسنحصل بالحالة هاي على مجموع Y صب دي اي في سي اي سالب نفتح القوس الان التعويض عنها هذه القيمه التي ذكرتها قبل قليل متوسط الانفاق الاستهلاكي مطروح منه الام بي سي الميل حد الاستهلاك مضروب في المتوسط الدخل المتاح مضروب في واي دي اي سالب طبعا الميل حد الاستهلاك مضروب في حاصل جمع الواي اي دي تربيع. نستكمل إعادة كتابة آخر النتيجة. الآن هذه النتيجة التي ذكرناها قبل قليل الآن بإدخال هذا القوس على طبعا هذا المجموع على ما بداخل القوس وإعادة الترتيب نحصل على ما يريد فك القوس نحصل على الآن مجموع y دي اي سب اي من اي ايكوال 1 لان سالب متوسط الانفاق الاستهلاكي مضروب في مجموع الدخل المتاح زائد الآن على إشارة سالبة هاي تصبح سالبة وهذا السالب مع السالب يعطينا موجب هنا فأم بي سي في طبعا المقدرة التي سنحصل عليها كتقدير مضروب في متوسط الدخل المتاح والكل مضروب بالحالة هاي في مجموع واي اي دي أو دي اي سالب أم بي سي في مجموع فروم اي ايكوال 1 تؤن من لي طبعا اي دي التربيع وتساوي كلها صفر. بإعادة الترتيب معروف بان الان مجموع واي اي دي او واي دي اي تساوي ان اللي هو حجم العينه في المتوسط يعني لو ضربنا ضرب تبادلي بكون بالحاله هاي بتعطينا هذه النتيجه وبالتالي نعوض عن هذه القيمه بهذه القيمه وطبعا ننقل كل الحدود التي تشمل على ام بي سي ينتج ما يلي. الان بتكون بالحاله هاي مجموع from i equal 1 to n ل y sub di في سي اي سالب حجم العينه n في المتوسط الحسابي للاستهلاك في المتوسط الحسابي للدخل المتاح يساوي ام بي سي في حاصل جمع y sub i دي تربيع
سالب ان في متوسط الدخل المتاح تربيع. اذا ام بي سي تساوي هذه القيمه اللي هي حاصل جمع واي سب دي اي مضروب في سي اي سالب ان حجم العينه في المتوسط حساب الانفاق الاستهلاكي مضروب في المتوسط حسابي للدخل المتاح، الكل مقسم على مربع حاصل جمع مربع الدخل المتاح مطروح منه حجم العينة مضروب في طبعا مربع متوسط الدخل المتاح. الآن بالتعويض، تعويض البيانات الفعلية. البيانات الفعلية هي كما يلي، كما ذكرتها في بداية المقطع، هذا Y sub D I، هذا متوسط الآن، هذا هو المتوسط، والسي الإنفاق الاستهلاكي هذه القيم، وهذا متوسط الإنفاق الاستهلاكي، وهنا حاصل ضرب YD في C هذا الضرب وهذا المجموع، وبالتالي الآن أعطاني متوسط الدخل المتاح يساوي 85.6، متوسط الإنفاق الاستهلاكي يساوي 77.8، وحاصل الجمع ضرب YD في C هنا يساوي 111,640. في مقابل ذلك الآن لدينا أو سنحتاج إلى حاصل جمع مربعات الدخل المتاح وهو 123,128، نكرر هنا كتابتها Y تربيع sub ID المجموع تبعها الآن يساوي 123,128. إذا بالتطبيق المباشر تساوي بالحالة هاي هذه القيمة، إذا MPC تساوي 111,640 ناقص حجم العينة 10 مضروب 77.8 مضروب في 85.6، الكل مقسم على 123,128 مطروح منها 10 حجم العينة مضروبة في 85.6 الكل تربيع، بتكون النتيجة النهائية بأن MPC الميل حد الاستهلاكي يساوي 0.9035، أقل من 1 صحيح وهو متوقع من ناحية النظرية. أما هات اللي هي الأوتونوموس كونسومشن أو الإنفاق الاستهلاك المستقل على مستوى الدخل، فيساوي الآن هذا متوسط الاستهلاك مطروح منه حاصل ضرب الـ MPC الميل حد الاستهلاك 0.9035 مضروب في متوسط الدخل ويساوي 77.8 مطروح منها 0.9035 مضروب في 85.6 ويساوي 0.4604. إذا الآن الدالة والتمثيل البياني، وبالتالي الدالة والتمثيل البياني بناء على التقديرات التي حصلنا عليها يكون شكل دالة الاستهلاك كما يأتي. هذه دالة الاستهلاك النهائية التي حصلنا عليها من التقديرات البسيطة. دالة الإنفاق الاستهلاكي المقدر يساوي الإنفاق الاستهلاكي المستقل عن مستوى الدخل مضاف إليه حاصل ضرب الميل حدي الاستهلاك مضروب في الدخل المتاح. هذا الآن حاصل ضرب الـ MPC في الدخل المتاح يساوي Induced Consumption أو الدخل المحفز، الدخل المحفز مقابل هذا الدخل المستقل عن الدخل. هذا الآن الإنفاق الاستهلاكي المقدر، وهذا الإنفاق الاستهلاكي المستقل المقدر مستقل عن طبعا مستوى الدخل، وهذا الميل الحدي للاستهلاك المقدر، وهنا الدخل المتاح. التمثيل البياني على المحور الأفقي يكون مستويات الدخل Y sub DI، على المحور العمودي يكون عندي الآن الإنفاق الاستهلاكي C sub I، هذا الخط المستقيم المرجعي يقسم هذا الربع الأول من مستوى ديكارت إلى قسمين متساويين، بمعنى آخر هذه الآن قيم 45 درجة، وبالتالي دالة الاستهلاك المقدرة التي قدرنا معلماتها هذه المعلمة وهذه المعلمة هي عبارة عن C sub I hat تساوي 0.4604 زائد 0.9035 كما ذكرناها في Y sub DI. هنا الآن الإنفاق الاستهلاكي المستقل عن مستوى الدخل، وهو كما ذكرنا هو يساوي فاصلة إيهات طبعا يساوي 0.4604، وهنا هذه التقاطع دالة الاستهلاك أو منحناها مع الخط المرجع هذا بتقول هذه النقطة بأن C sub I تساوي Y sub DI. هنا بيكون عندي الإكوليبريم أو التوازن بين الدخل المتاح مع الاستهلاك. شكرا لكم على حسن متابعتكم، لا تنسوا الاشتراك معنا بهذه القناة التعليمية وإبداء الرأي حول المحتوى،
من أجل تعميم المعرفة باللغة العربية لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن.